يأتي هذا الحفل التكريمي ونحن نحتفل بربيع الأنوار، نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده. يأتي هذا الحفل تحت رعاية سيد ولي الولاية ولتكريم الخاتمين للقرآن الكريم، وعددهم يفوق 30 مكرما هذه الليلة، منهم من يحفظ 60 ومنهم من يحفظ 45 ومنهم من يحفظ 30 ومنهم من يحفظ 15 في كبار الحفظة في صغر الحفظة. اليوم هو يوم أهل القرآن، تكريمي بمبالغ مالية معتبرة من طرف السيد ولي الولاية والسيد رئيس مجلس الشعب الولاية والوفد المرافق لهما. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في حفظهم وأن يبارك للولاية على هذا العطاء وعلى هذا الكرم لأهل القرآن. أحفظ القرآن كاملا منذ أن كان عمري 11 سنة. شاركت في مسابقة صغار الحفظة لحفظ القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحصلت على المرتبة الأولى. أشكر الله تعالى على نعمة القرآن، كما أشكر والدي الكرام ومشايخي الكرام. وإحنا كفئة نعطوا أمل للناس باش يحفظوا القرآن حتى ولو كان كبير. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، هذا هو الذي لازم نتعلموه. والشيوخ الذين بدورهم هم من قاموا بتدريسنا وتعليمنا وألحقونا إلى هذا المكان. الله سبحانه وتعالى يكرم إنسان في هذه الدنيا بالمال، قال يكرمه بالولد، هذه أكبر نعمة لي إن شاء الله. وعندي ربعة كبيرة حافظة 45 حزب، الزوجة حافظة 30، بشرى هاجر حافظة شحال 25، وبشرى حافظة 18، محمد يوسف حافظ 4، كاع ولادي حافظين القرآن. الحمد لله لي شاركت في شعر من المسابقة وربحت فيها، الحمد لله. لقد قمنا بتكريم الحافظون والحافظات لكتاب الله عز وجل، وإنه لمن دواعي الفرح والسرور أن نجد أبناءنا وبناتنا من مختلف الأعمار يقبلون على حفظ كتاب الله، ومنهم من هو في مقتبل العمر ولقد حفظوا كتاب الله وأعادوه لمرات عدة. فما دام الشعب الجزائري بهكذا تربية وبهكذا أخلاق وبهكذا إقبال على كتاب الله عز وجل، فالجزائر بدون شك ستكون دائما وأبدا في أحلى حلة وبخير وقوة إن شاء الله.